أيضا. في عام 2015 يبارك هذا الإمام مراسم الزواج بين امرأتين مثليتين من أصل عربي، وذلك في مرسيليا بجنوب فرنسا. حصلنا على المقطع بشرط تغطية وجهي العروستين والمدعوين أيضا. اليوم في فرنسا نحظى بدولة تمكننا من الزواج إن أردنا ذلك وفق القانون. بالنسبة إلي هذه صورة للزواج تتناسب معها وتدعمها التقاليد العربية الإسلامية. يبارك الإمام محمد دودوفيك كل سنة 20 عقد زواج تقريبا، منها 5 لمثليين ومثليات. بارك الله فيكم. جمع بينكم بالخير. Que votre union soit pleine de bénédictions. في تلك اللحظات كنت أشعر بدهشة ممزوجة بالفرح، لأنه من النادر أن نجد زوجين أو زوجتين مثليتين تقبلان أن يتم تصوير الحفل لإظهار أنه يمكن عيش هذا الارتباط بطمأنينة وبقبول من الطرفين ومن محيطهما. كلهم يقولون لي إنه أمر مهم بالنسبة إليهم وإلى عائلاتهم أن يكون الجانب الروحاني حاضرا يوم زفافهم. المهم دينيا أن يتم توقيع عقد، وهذا ينطبق على عقد الزواج، لكن ليس مكتوبا أبدا أن هذا العقد يجب أن يتم بين رجل وامرأة. في اليوم التالي تستعد مرسيليا لمسيرة مجتمع الميم السنوية. يتقاطر إليها مثليون وعابرون جنسيا، ومئات ممن لديهم هوية جنسية مختلفة عن السائد. نلتقي مجددا بالإمام محمد لودوفيك وعدد من أصدقائه، لكن بعضهم لا يفضل الظهور أمام الكاميرا. الآن يجب التوقف عن التصوير، لأننا سننضم إلى أشخاص من أصول عربية وأهلهم لا يعرفون أنهم مثليون. كثير من العرب هنا أتوا بحثاً عن حريتهم في أن يعيشوا ميولهم الجنسية دون اضطهاد. قلة منهم تفصح عن هويتها، مثل زاك وهو جزائري، نسأله عن اللافتة التي يحملها. اتهامي موجه إلى قوانين إيمانيا ماكرون الجديدة في ملف الهجرة واللجوء للمثليين ولغيرهم. يأمل زاك أن تعترف بلاده بحقوق المثليين، لكن الزواج يبقى بعيد المنال. الجزائر تشهد اليوم ثورة رائعة جدا، وكثير من المثليين وأعضاء مجتمع الميم يشاركون فيها، وضمان حقوق المثليين ذلك لن يتحقق قريبا لكنه سيتحقق. قبل تشريع زواج المثليين في فرنسا عام 2013، كان المثليون الفرنسيون الراغبون بالزواج يتجهون إلى دول أوروبية أخرى. اليوم صارت بلادهم محجاً لمثليين عرب راغبين بدخول عش الزوجية.